السلام عليكم. سعيدة جداً بحضوركم الليلة. طبعاً أغلبكم يعرفوني زين وتعرفون سبب وجودي هنا. أنا بمساعدتكم أتمنى أني أدخل المجلس البلدي. دكتورة، ونفهم التحديات اللي تواجهكم، لكن إلى الآن ما في أي مبرر طارئ أن نخصص ميزانية لتمويل المشروع. تبني دكتور رجال، لا تغابني في عيوني. أبو أريهم وش بسوي؟ سمع دحمي. لازم أقول لأبوي يمكن فهمها ويعقلها. أبوي مجنون زيها. صوتوا لي، أنا الدكتورة مريم الصفا. حتى ولا فخر الدنيا إلى حقوقنا. ما بيسمع. ترى مقطعك انتشر في الواتس والكل قام يتداوله. طبعاً في كثير من المواضيع يعني، وأنت كامرأة أكيد أنها تثير اهتمامك. صحيح، أنا طبيبة و... مثل وضع الحدائق، ملاعب للأطفال. أنا فخورة فيه في اللي تسوينه. أبي أشكرك أنك بتساعدني اليوم. ولا يهمك، ما سويت شيء. علاقات من ورانا. أقدر الحين أسوي مواقف العيادة. عاد لا أوصيكم، أحتاج صوتكم، لأنه بصراحة ما أبي أدخل نفسي في هالأمور. أقول لك ما نبغى نساء، ونحن منتخبين نساء. المرأة مكانها بالبيت. تعبت سايرهم، خليهم يعرفون مع من يتعاملون. أول مرة في حياتي أحس إني شيء. هلا هلا بمرشحتنا المغوارة.